بقى في مهرب من التعليم عن بعد. هل التعليم عن بعد عنده إيجابيات؟ بده يصير جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية عنا. لقينا كتير صعوبات، كنا عم نقدر نتواصل مع الأستاذ، نقدر نسأله أسئلة. يعني هيدا الشيء سبب شوي ضياع وما كنا كتير نقدر عم نلحق كل شيء. يعني لا الأهل معودين ولا الأساتذة معودين ولا الطلاب معودين. هل هو كان فقط وسيلة لنربح السنة وما نخسرها؟ تحضير يلي كان يتم إذا أخذ ساعة حصة معينة على التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني رح ياخد 3 و4 و5 ساعات. إحنا هلأ حالياً لازم نتعود إنه هيدي الطريقة بدها تصير جزء لا يتجزأ من التربية عنا. أما هو فعلاً تعليم جديد ممكن نستعمله ويكون هو التعليم الأساسي للأجيال المقبلة. هلأ وطالع كله لازم يكون مبني على دراسات لأنه ما في رجعة لورا. بيسات 7 أكاديمي ككل برامجنا مش بس تعليمية للأطفال، في برامج تعليمية للأهل مثل برنامجك هيدا فولو أب، هو للأهل وللأساتذة. لتعرفوا أكثر عن التعليم عن بعد تابعونا بحلقة هالأسبوع من فولو أب.